يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح، فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ.